صاروخ إيراني جديد تقدمه إيران للمفاوضين في فيينا، لا شك أن هذه رسالة موجهة إلى إسرائيل. الرسالة هي للمفاوضين في فيينا، وهو أن موضوع الصواريخ ليس على الطاولة، فإسرائيل ودول الدول في المنطقة سوف يطرحون المواضيع الأخرى إلى جانب موضوع النووي، ما يشمل الصواريخ الفلسطينية وأيضا التدخل الإيراني في الدول مثل في العراق سوريا واليمن، لأن كل الدول في الشرق الأوسط غير إيران تدعي أن إيران تتدخل بشكل كبير وواضح في الأمور الداخلية للدول في المنطقة، وهذا الأمر يخلق نوعا من زعزعة الاستقرار. وبالإضافة إلى ذلك، كل الدول التي تتدخل بها إيران دول تعاني من أزمات داخلية، وإيران تقول بكل بساطة أننا نتحدث عن النووي وليس عن أي شيء آخر، ولذلك هذا هو الهدف من وراء عرض موضوع الصاروخ. ولكن كيف تنظر إسرائيل إلى هذا الكشف برأيك؟ خاصة وأنه يعني نصر الله أمس هدد إسرائيل في حال أقدمت على يعني ضرب إيران. نصر الله يهدد منذ 15 سنة وحتى قبل ذلك، ولذلك أنا لست قلقا حيال هذه التهديدات. نصر الله لا يتخذ أي قرارات، القرارات تتخذ في إيران، ولذلك هو أداة بيد إيران، وهو لا يخلق واقع لبناني جديد. دكتور حسن، ما الهدف من هذا الكشف عن صاروخ باليستي جديد في هذا التوقيت؟ يعني إذا لاحظنا منذ الاتفاق عام 2015 وخروج أمريكا عام 2018 من الاتفاق النووي، ماذا حصل من تطورات في إيران بشكل عام، ليس فقط في الملف النووي، ولكن أيضا اليوم نستطيع أن نقول إيران نووية، يعني هي لا تمتلك القنبلة التدميرية، ولكن هناك مشروعها السلمي النووي السلمي هي استمرت به، واليوم وصلت يعني خطوة من تصنيع قنبلة إذا أرادت بذلك، ولكن هذا ليس بمشروعها. وأيضا التطور الصواريخ الباليستية، وجرب على القواعد الأمريكية بعض منها وكانت هدفها دقيقة، وأيضا يعني هناك لها تطورات في الأسلحة أيضا في البحرية وفي المدى القصير والبعيد وإلى آخره. إذن اليوم إيران أصبحت نووية، أصبحت باليستية، وأصبحت أيضا لديها الطائرات المسيرة المتطورة. إذن ماذا يعني كان ناتج انسحاب أمريكا من هذا الاتفاق؟ إذن إيران قويت أكثر، أصبح تأثيرها الإقليمي أكثر، أصبح لديها أيضا يعني اليوم يعني عندما تحسبين القطب الثاني للولايات المتحدة تعدين روسيا الصين وإيران، إذن أصبح لها مكانه. اليوم ما يريده الإيران أنه ليرى المتحدثون في فيينا أنه هناك استمرار في الصناعات، هناك استمرار في هذا، والاتفاق هو لربما يحد من هذه التطورات. ما تريده إيران أيضا في الاتفاق النووي ليس فقط في عرض الصواريخ، هي تعرض ويعني هذه رسالة لمن يهدد إيران في استمرارية، على سبيل المثال الإدارة الإسرائيلية. إسرائيل دائما تهدد أنه هي تريد توجيه ضربة عسكرية، لا الاتفاق النووي لا يلزمها، وهي تتصرف حسب ما تراه. وهذه الرسالة هي أكثر جاءت إلى الإسرائيلي، إذا كان يعني تريد قصف إيران أو المفاعل النووية في إيران، إذا يعني هناك لدينا أسلحة تستطيع أن تقصف تل أبيب وغيرها وأهداف كثيرة في المنطقة. وأعتقد في كل هذه المباحثات ما يريده الإيراني هو يريد مساران. المسار الأول الحصول على الاتفاق النووي، العودة إلى 2015 ربما مع مغيرات بسيطة، رفع العقوبات عن إيران، الحد من التسلح النووي، وباقي الملفات مثل الصواريخ الباليستية وغيرها، والملفات العالقة إقليميا اليمن لبنان العراق، كل هذه الأمور
هو يريد أن يحلها بشكل مباشر مع الدول المعنية وإقليميا وليس من خلال الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولهذا لديه نجاعات أكبر، وأكبر دليل على ذلك ما توصلوا مع السعوديين في هذا المسار. نعم أستاذة روان، استمعت لما قيل هنا، ولكن إدارة بايدن مصممة على المسار الدبلوماسي مع إيران، وإيران في المقابل ترد عبر المسارات الباليستية، كيف تقرأ هذا؟ نعم حقيقة يعني البارحة واليوم هناك استماع سري لمجلس أو للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب والعلاقات الخارجية اليوم لروبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لقضية إيران، وأيضا روبرت ماكورد. يعني نحن نسمع الكثير من طلبات إيران برفع العقوبات، وهذا حقيقة تم هذه الجلسات اليوم وغدا، البارحة واليوم هي لمناقشة التفاصيل، ما هي العقوبات التي سوف يتم رفعها. إيران تطالب برفع العقوبات كافة من ضمنها العقوبات النووية، ولكن أعتقد أن إدارة بايدن وبسبب الظروف السياسية المحلية، نحن على أعتاب انتخابات نصفية 2022 الآن، تمتلك إدارة بايدن مجلس النواب والشيوخ وأيضا البيت الأبيض، كيف يمكن أن يؤثر هذا الملف على الانتخابات النصفية برأيك؟ نعم، لأنه العودة إلى الملف النووي الإيراني هو حقيقة يعني هو طلب أو وعد انتخابي رئاسي قام به الرئيس بايدن، وهو ملتزم بهذا الأمر، وهو مرتبط أيضا بما نسمعه من إيران أنه يجب إعطاء ضمانات بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود وستنسحب وسيكون هناك التزام كامل، يعني لا تريد أن تكرر ما قام به الرئيس الأسبق، ولكن هذا لا يوجد هناك ضمانات. الاتفاق هو اتفاق وليس معاهدة، وحتى ما يمكن أن تحصل عليه إيران الآن هو أفضل ما يمكن أن تحصل عليه في حال أصبح مجلس النواب والشيوخ بيد الجمهوريون، وهو صراحة ما نسمعه الآن أن هناك أسئلة كثيرة بعد هذه اللقاءات التي قاموا بها مع روبرت مالي. سوف يكون هناك يعني الشعور العام أنه مع نهاية الشهر شباط سوف نشهد انفراج ونوع من توقيع الاتفاق، وليس اتفاق كامل 2015، ولكن نوع من النقاط المعينة، لأنه ما زالت هناك أمور عالقة، ولكن يعني الشركاء الإقليميون في المنطقة أولها إسرائيل وأيضا دول الخليج تريد أن تصل إلى نوع من المعادلة مع الوجود الأمريكي أو من دونه. نعم، عودة إليك دكتور شاؤول، الإشارات في فيينا تتحدث عن مراحل حاسمة وصلت إليها هذه المفاوضات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت لازال يأمل أن توقف الولايات المتحدة هذه المفاوضات، هل بات واضح من وجهة النظر الإسرائيلية أن إيران تقترب من الاتفاق هذا من النووي عفوا؟ إسرائيل يوتر بوفن مفتيع إسرائيل لا يقلق هذا الأمر بشورت أو أتصارات بوليتيوت مثل ما سمعنا في التصريحات السياسية، ما يهم إسرائيل هو ألا تكون إيران دولة نووية، وأيضا ما يهمه هو الخطر الإيراني ألا يكون مصوبا باتجاه إسرائيل، بل يجب أن يستعمل لرد قوى معينة التي تتدخل فيها إيران، ولذلك إسرائيل ليست قلقة. إسرائيل تخشش، لكن التصريحات تدل على أن إسرائيل يعني خايفة جدا. فنتحدث عما يحدث في الداخل. أنا أتحدث كثيرا مع متخذي القرارات الأمنية في إسرائيل خلال العقد الأخير، وإسرائيل تدرك أن لا تريد أن تكون إيران نووية، وهذا ما تظهره، ولكن ليس هذا هو الموضوع الرئيسي. أريد أن أذكر الجميع أن إيران لم تبدأ الحرب منذ
سنة 1813، بل فرضوا عليها الحروب في السنوات الأخيرة، ولذلك هي تقوم بشن حروب بطرق أخرى، هي لن تشكل خطرا على نفسها ضد أي أحد، وهذا الأمر ينطبق على الفلسطينيين، لن تشكل خطرا على نفسها من أجل شخص آخر. ولذلك ما يقلق إسرائيل هو موضوع الصواريخ وموضوع الميليشيات، الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط مثل حماس، الجهاد، حزب الله والمنظمات الأخرى، هي التي تشكل خطرا على المنطقة، وهي ما تشكل زعزعة للاستقرار. هذا ما يقلق إسرائيل، الصواريخ التي ستكون على تطلق ضد السعودية والإمارات من اليمن، هذه الصواريخ إيرانية، هذا ما يقلق، وليس فقط موضوع النووي. الولايات المتحدة تخوض المحادثات بهذا الصدد، وإلا ربما إيران هي نفسها لا تريد أن تكون النووية. يعني نفهم من هذا أن المباحثات التي يجريها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الآن في واشنطن هي ليس البحث في الاتفاق النووي، وإنما في التعويض التي تريد إسرائيل أن يعني تستلمها من واشنطن. إسرائيل تريد تعويضا من ناحيتين، بداية أن تحصل على ردع، إمكانية للردع مقابل إيران، أي أنها هذا يعني تطوير في السلاح، وأيضا هي تقوم ببحث موضوع القوى الدفاعية المشتركة مع الشركاء الإسرائيليين، إن في حال شن أو إطلاق إيران صواريخ ضد إسرائيل. هذه هي المواضيع المطروحة على الطاولة في المحادثات في واشنطن الآن. الولايات المتحدة قررت أنها تريد الاتفاق، الإيرانيون، وقال رئيس المفاوضين في إيران أن الولايات المتحدة سوف توقع على الاتفاق. لماذا؟ لأن هكذا إيران تخسر مئات المليارات، ولذلك يمكن لإيران في هذه الفترة أن تكسب الكثير من المال، ولذلك هي معنية بأن توقع على الاتفاق. السؤال هو إن كانت الولايات المتحدة سوف تلبي كل الطلبات الإيرانية.